إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة، وبإذن الله تعالى هنصحح تلاوة الصفحة 145 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 132 من سورة الأنعام. معايا ضيف كريم، الابن الشيخ سيد قبيسي. أهلا وسهلا يا شيخ. لا سيد، جزاك الله خيرا، الله يكرمك، شرفتنا. بارك الله فيك شيخنا. هنبدأ طبعا تصحيح التلاوة مع الشيخ سيد، وبعدين نستقبل اتصالاتكم، كونوا معنا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، أنا سؤال، بس هو إن شاء الله يعني سهل عشان نستفيد كلنا. البسملة في وسط الصورة أخبارها إيه؟ أنا مخير بينها، يا إما أجيبها يا إما ما أجيبهاش في وسط الصورة، يعني أنا تمام، مخير. يبقى في أول الصورة نعم أنا إيه آتي بها، نعم يعني استعيذ الاستعاذة طبعا، نعم، سواء قلنا في أول الصورة أو في وسط هي الصورة، مستحبة. طالما أنا هقرأ القرآن، فإذا قرأت القرآن استعذ فاستعذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. نعم أما البسملة بتكون في أول الصورة، نعم في وسط الصورة مخير. أنا مخير، نعم قال الشاطبي: وفي الأجزاء خير من تلا. نعم. يلا تفضل. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. طيب خد بالك، أنا هنجيبها تاني عشان نبين التجديد اللي فيها، نعم مشددات، يعني أقول ولكل د، نعم عندنا الإخفاء هنا، نعم بنخفي نون التنوين عند الدال، حرف الدال. نعم عند الدال، نعم يعني الصح نقول إن أنا أخفيت الحرف النون عند ولا فيه؟ عند طب إيه اللي بنقول فيه؟ اللي هي الإدغام، مش حضرتك شيخنا؟ الله ينور عليك، يبقى بنقول نعم في الإدغام، نعم أنا أدغمت النون في الياء، نعم أدغمت النون في الواو. نعم ليه النون بتضغم في حروف الإدغام؟ بتروح خالص، نعم النون بتذهب، نعم، لكن الإخفاء هنا بخفي الحرف في نفسه، نعم عند الحرف اللي هو الايه، احد حروف الايه، الإخفاء. نعم الإخفاء ال15. نعم نستقبل الاتصال ونرجع تاني. اتفضل. ايوه، مين معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. أنت الشيخ، الله يعزك، الله يبارك. أهلا وسهلا، تفضل يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل درجات. خد بالك أخ محمد، قول ولي وكل ولي ولا ولي؟ ولي. انا باين الكسر اللي في اللام. ولي كل، ولي كل، ولي ولي كل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملوا. نفس الحكايه في الباء برضو، اقول بغافل، ما اقولش ايه زي ما انت قلت كده، اقول وما ربك بغافل، بغافل لا بين مكسورة ولا مفتوحة، اقول وما ربك بغافل، بغا وما ربك بغافل عما يعملون. هاي وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويسر تخلف من بعد. ويس السين داخله كده على الايه، على الصاد، قال ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريه قوم اخرين.
اقول ايه؟ كما انشاكم من ذريه قوم اخرين. ذريه تشديد. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من لا تكون. نعم ما دي لا من تكون من تكون من تكون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. ما أقول إنه لا يف يو ولا يو يو يفلح. يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ايوه أما يحكمون. خد بالك، لا عمل للخيشوم في مخرج الواو، ما قلتش ايه ساء ما يحكمون. دي انت كده ثابت الواو مخرجها وراحت على الخيشوم، خدت بالك؟ نعم. فأول ساء ما يحكمون. أما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم أو ليردوهم 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 أبين برضو الكسر بتاع اللام. وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. جميل، كويس، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير. طيب معانا اسلام، السلام يا عليكم. باشا وبركاته. يا مرحبا، اتفضل. اتواصل مع الشيخ سيد. نعم، عايز اتواصل مع الشيخ سيد. ايه تتواصل يعني؟ هتقرا عليه هو ولا عليا انا؟ الو، اتفضل. ربنا يديك يا اسلام. انت تعرف؟ ابن عمي. عم طيب الشيخ. قول اقرا يا اسلام. اقرا يا اسلام، اقرا كده يا اسلام، اقرا. وطي الأصوات اللي عندك. لا حول ولا قوة. أنت شرف لينا يا عم الشيخ. الله يكرمك يا إسلام. هتقرأ ولا إيه يا إسلام؟ شكله كده كان عاوز هو عايز يعمل مداخلة كده يسلم عليك. جزاك الله خيرا يا طيب إسلام. يا سيدي. بارك الله فيك. ماشي. طيب معانا حنين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. طيب أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما تاني كده وما أنتم إيه؟ وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار كويس انت ممتازه يا حنين ما شاء الله بس خدي بالك اقول عاقي القاف لما تكون مكسوره هتاخد ادنى درجات تفخيم اقول عاقبه عاقي من تقول له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير لكثير أو لكثير ري من المشركين قتل أولادهم شركاء لا قل قتل أولادهم شركاؤهم قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم قل وليلبسوا أبين الكسر وليلبسوا وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون جزاك الله خير انت عندك كم سنة يا حنين 13 ما شاء الله ربنا يحفظك يا بنتي ويبارك فيك ممتاز يعني استمر كده وفي الضبط اكتر هتبقى افضل من كده بكتير ربنا يبارك فيك وفي والديك معانا مين معانا عبد الله قطع طيب ماشي كمل يلا قول بقى من الاول تاني ولكل درجات مما عملوا وما انا احنا طبعا الغنه سواء كانت في الاخفاء في الادغام الغنه الزمن بتاعها ومقدارها حركتين نعم سواء كانت في الاخفاء زي ما قلنا او في الادغام فاقول ايه نعم. ولكل درجات مما عملوا نعم. فشوف الإخفاء ولكل شو مدة الغنة نعم. فهنا حقيقة الإخفاء إن أنا بخفي النون في نفسها وبعدين أجيب الحرف اللي بعدها نعم. فأقول ولكل دا نعم. شوف أنا أخفتها في نفسها مع الغنة إيه حركتين نعم. زمن الغنة حركتين نعم. فقول ولكل درجات مما عملوا نعم جزاك الله خيرا شيخنا ولكل درجات مما عملوا
جميل. خلنا الغنة الأولانية، أصل احنا عندنا إيه ميمين، الميم الأولى اللي هي التنوين، نعم نون التنوين أدغمت فيها والإدغام، نعم آه درجات، ثم بعد ذلك الميم الثانية مشددة برضه تاخد غنة حركتين زيها، ضم سليم صغير، نعم آه. فقول ولكل درجات مما عملوا، نعم. هنا مفيش مثلين، نعم. هي الميم مشددة عبارة، نعم، عن ميمين آه. آه بس مش هنسميها مثلين، المثلين لما يكون ميم في الرسم موجودة، آه، ميم ساكنة وبعدها متحرك، ميم إيه متحرك، متحركة، نعم. لكن هنا ميم مشددة نسميها ميم مشددة، ميم مشددة، نعم. فبإيه بنديها غنة حركتين، هي نعم. صحيح الحرف المشدد أصله حرفين، نعم، الأول منهما ساكن والتاني إيه متحرك، نعم. لكن هنا هنسميها ميم مشددة، ميم مشددة بنديها غنة حركتين، نعم. تمام؟ تمام، فدي هتاخد حركتين ودي هتاخد حركتين، تمام يا شيخنا. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. هنا برضو في حاجة ربما كنت نبهت عليها قبل كده، الباء المشددة، نعم، احنا في الأصل الباء بتخرج من طباق الشفتين، نعم، تمام. ما اقول أب أب، احنا قلنا الباء والميم تخرجان بانطباق الشفتين، نعم، تمام، نعم. فهنا لكن الباء امكن من الميم، نعم، لما اجي اقول ام لكن الباء اقول اب اشد، نعم، اب، نعم، تمكين الشفتين من بعض ايه اشد، نعم، ام اب دي، نعم، اب، نعم. لكن لما تكون كمان مشدده هتكون اشد ايه تمكينها، نعم. فهنا اقول ايه وما ربك ربك بغافل، نعم، نعم، تشديد يعني. وما ربك بغافل، ربك، وما ربك بغافل عما يعملون. طيب معانا مين؟ محي، معانا الاخ محي، السلام عليكم. عايزين نسلم نتصل بالشيخ سيد. الله يكرمك، الله يبارك فيك. عمك محي يسلمك. يا مرحبا، يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. إذا أنت جايب قرايبك بقى. مرحب بكم. عمك محي يسلم عليك. الله يسلمك يا حاج، الله يكرمك. طيب. بارك الله فيكم. طيب. جزاكم الله خير. طيب كمل يلا. أنت بقى قرايبك من سوهاج، ها؟ آه نعم. عشان كده أنت قلت لهم بقى فبيحيوك بقى. الله المستعان. طيب يلا. جزاك الله خير يا شيخ. جزاك يلا. وربك، وربك الغني، زي أقول وربك، نعم، الغني، تشديد الباء، نعم. وربك الغني ذو الرحمة، برضو عندنا الياء، الغني ذو، نعم، الغني ذو، تمام. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم، من بعدكم، نعم، بقى الشفتين أول، أوه، نعم، ويستخلف، ويستخلف من بعد. طب خلينا نقولها بعد الاتصال لان عايز اضبط، من بعدكم، نعم. معانا الاخ ابو بكر من السودان قفل. طيب طيب يبقى هقول ايه ويستخلف من، نعم، هنا ايه اقلاب، نعم، بس الميم المقلابه دي بنطلع بانفتاح يسير بين الشفتين، نعم. فاقول ايه من، تمام، بعدكم، من، نعم، تمام. طيب معانا عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل درجات، اقول ولكل دا، ولكل دا، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني، برضه لسه بقول في الباء المشددة ايه، وربك الباء المشددة، اقول وربك، وربك، وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف، ويستخ من بعدكم، الخاء مفخمة، أقول ويستخ
ويستخلف ويستخلف من بعدكم ما يشاء. طب انت عشان ما شاء الله واضح انت مهتم، عشان كده انا ايه بستوقفك، هقول ايه ويستخلف من بعدكم. من الميم الاخلاف ديت هننطقها مع الايه، مع قلنا حركتين بس بانفتاح يسير بين الشفتين، فاقول ايه ويستخلف من السامع اسمع ميم من بعدكم كده ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت. خد بالك اقول ايه، انما توعدون ايه ولا ايه؟ ايه اقول انما توعدون لآت. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين. جزاك الله خير، فتح الله عليك. معانا الاخ عبد الله. الو. أي السلام عليكم. ازيك؟ اهلا وسهلا. تفضل. ايوه وليك مما عملوا وما الصوت مش سامع حاجه. قل عما يعملون. طب قول الايه تاني انا ما سمعتش. وليك درجات عم مما عملوا. قول ولكل درجات. ولكل درجات. ايوه. مما عملوا. أيوه. وما ربك بغافل. ولكل درجات مما عملوا. درجاتهم. انت قول ولكل درجات مما عملوا. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. عما يعملون. عما يعملون. ها ها قول. يذهبكم ويستخلف. لا لا انت يعني هو الصوت مش مظبوط عندك خالص. طيب نكمل. طيب ويستخلف من طب هات من الاول بقى. حاضر. مش بعد الفاصل ده. حاضر. وربك الغني ذو الرحمة. الغني ذو الرحمة. حاضر. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم. ويستخلف لي كسر اللام البين الكسر. حقق. ويستخلف من. نعم. ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم. ناخد بالنا برضو ايه تحقيق الهمزة في يشاء مع الضم. نعم. اقول ايه ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. نعم. شفت تحقيق الهمزة مع تحقيق الضم نفسه. أحسنتم يا شيخنا بارك الله فيكم. ويستخلف من بعدكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. طيب
ناخد بالنا من التجديد. ذريتي. نعم. ذريتي. ناخد الاتصال ونرجع تمام. لك. مين؟ أخ يحيى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحيى. أهلا وسهلا يا يحيى. أنت عندك كم سنة؟ عندي كم؟ 10. طيب ربنا يبارك فيك يا رب. اقرأ. ايه؟ الفتحة. قول الفتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين صراط الذين صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميل يا يحيى. بس اقول ولا الضال ولا الضالين. يلا معانا منار. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه كده نقول السلام عليكم. حتى المخرج بيقول كده برضه مأيدني. قولي اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة. إن يشأ يذهبكم ويستخلف. لا يقول يذهبكم. القلقلة اللي في الباء. يذهب يذهبكم. إن يشأ يذهبكم بص يذهب يذهبكم. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أقول وما أنتم بمعجزين. حاضر. وما أنتم بمعجزين. طيب شكرا شكرا. مين معايا؟ معايا عبد الله. أيوه يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل درجات. الولي. طب ما تكمل كمل بدل ما هنقعد نعيد في الأربع آيات دول. هنقول قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. حاضر. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. أنتكم إني عامل فسوف أعلم من تكون له. أقول من تكون له. تكون له. من تكون له عاقبة الدار. أيوة. طيب الصوت وحش. كامل يلا. حاضر يا شيخنا. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم. طب أنت يشاء كما أنشأكم المد الوقف. لا ما جبناش حتى المد. لأن هنا المد متصل أربع حركات. نعم. أقول إيه؟
ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم. نعم. ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم كما أنشأكم من ذرية قوم كذا. نعم. كما أنشأكم من ذرية قوم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. جزاك الله خير. مين حد معنا؟ معنا أمة الله، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بارك الله فيكم يا شيخي وجزاكم الله عنا كل خير الجزاء. آمين. بالله عليكم ليتم كل مصطلح دعائكم بالشفاء العاجل. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب، شفاك الله وعافاك. آمين يا رب، اللهم آمين. أقرأ من أول الآية كام؟ وجعلوا لله مما ذرأ. من أول الآية كام؟ ما هي الآية اللي هي 136. 136. ماشي حاضر. ايوه جعلوا لله مما زرأ. حاضر ماشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما زرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين. أقول إيه؟ وكذلك زين تجديد العلياء. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا خلاص جزاك الله خير. هو الصفحة دي بس ماشي. وبارك الله فيك يا شيخ. الله يكرمك. جزاكم الله خير. ربنا يحفظك يا رب. أي مين معانا؟ عبد الله برضو؟ ده كله عبد الله. طيب ماشي. بسم الله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. ما هو الصوت عنده ضعيف عندك. إني عامل سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفتح الظالمون. معايا شفنا؟ هي معاك بس الصوت بيقطع. قول. طيب قول لله مما ضرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم. لا أقول هذا لله بزعمهم، ما تقطعهاش. حاضر. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. لشركائنا ده مد متصل. لشركائنا فما كان لشركائهم فلا تصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون.
جزاك الله خيرا. معانا اتصال، معانا اسماء، اتفضلي. الو. ايوه اتفضلي. ايوه اسماء اتفضلي. من اول هي 35. طيب لا قولي من الاول بقى عشان تاخدي ايتين او ثلاثة. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. أقول عما يعملون، الميم المشددة بنديها غنة حركتين. أقول وما ربك بغافل عما يعملون. لا كلميني من التليفون وسيبك من التلفزيون لأن كده الدنيا هتدخل في بعض. عما يعملون. أيوة. وربك الغني وربك الغني ذو الرحمه. انت بتنتهي خافيه. بصي يا بنتي، قول وربك اسمعين، قول وربك ك مش ربك قادر بك. وربك الغني ذو الرحمه ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قال يا بس تمام، جزاك الله خير. شكرا، جزاك الله خير، بارك الله فيك. يلا. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. نقول إيه؟ قل يا قوم اعملوا. التشديد. الانتقال للهمزة. قل يا قوم اعملوا. قوم اعملوا. نعم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. طب تعرف تقول لي الوقف على الظالمون يسمى ايه؟ يسمى مد عرض السكون. جميل، كويس، الله ينور عليك. القصر التوسط الإشباع. ليه بقى ثلاثة؟ عشان عرض السكون يا شيخنا ساكن. أي معارض السكون في حرف جدا. مد. أيوه في حرف بس مد. بنحسب الأوجه إزاي؟ يعني أنت قلت في ثلاث أوجه. نعم. ليه؟ ثلاث أوجه يا شيخنا. أيوه ماشي. ما هو في عرض للسكون في سبعة. نعم. وفي أربعة. حسب التشكيل بقى. الله ينور عليك. ده اللي انا عايزك تقوله. حسب التشكيل ده حسب ايه؟ شكل الحرف. نعم. الاخير اصله. نعم. يعني هنا ايه؟ فسوف تعلمون مفتوحه. نعم مفتوحه. فهنا المفتوح ما فيهوش روم ولا اشمام. نعم. عشان مش مضموم. نعم. او مكسور. المضموم في سبعة. نعم. والمكسور في أربعة. نعم. لكن مفتوح عشان ما فيهوش لا روم ولا اشمام. بس في ثلاث اوجه. نعم. ثلاث اوجه بالسكون المحط. نعم. 2 4 6. نعم. او نقول قصر وتوسط واشباع. نعم. او الطول. نعم. تمام. نعم. يلا كويس. وجعلوا لله مما ذرأ من فسوف تعلمون. قولها تاني. فسوف تعلمون من تكون. تمام. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. هنا القاف عاقي. نعم. القاف المكسورة وإن كانت من حروف الاستعلاء لكن ترقق خص ضغط قز. نعم. إلا أن القاف هنا لما تكسر ترقق بتضعف. نعم. الكسر بيضعفها فبتاخد. نعم. أدنى درجات التفخيم لما تكون مكسورة. فأقول فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. نعم جزاكم الله خير. والدار هنا
الدار فيها اربع اوجه الله مع يفتح. الرابع اسمها ايه الرابع بقى؟ اربع اوجه عدد السكون. عدد السكون نعم كذلك فيها اربعة. نعم جميل جدا الله نعم. ينور عليك. القصر التوسط الاشباع والرابع الروم الداري. الداري نعم جميل جدا مع القصر طبعا مش مع الفاش فيه اشباع ولا فيه ده توسط جميل. الروم مع القصر فقط. يبقى هنا فيها يسمى لو وقفنا على الدار هنا بيسمى عرض السكون في أربعة أوجه. نعم. ثلاثة بالسكون المحض اثنين أربعة ستة ولا نقول قصر متوسط إشباع. نعم. مثلا نعم. يسمى بتاعهم بتاع الثلاثة. نعم. والوجه الرابع الروم الروم مع القصر مع القصر. نعم جميل كده. نعم. يبقى أقول إيه عاقبة الدار. نعم ده الروم كده اللي هو وجه الروم اللي هو نعم. الرابع. أحسنت بشكل بارك الله فيكم. سوف تعلمون من نعم. تكون له عاقبة. سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. طيب في سؤال هنا يعني يا سلام لو جاوبت عليه. لو وقفت طبعا ما ينفعش ان انا اقف عليه انه لا يفلح. نعم. لكن من باب الاختبار. نعم. لو قلت انه لا يفلح يسمى الوقف ايه وفي كم وجه؟ نعم يا سلام لو قلتها دي لا يفلح. لا يفلح في لشمام فقط المفروض شيخنا. ها لشمام فقط. انا عايز المسمى الاول اسمها ايه؟ يسمى الوقف هنا ايه؟ لا يف مش هيطول عليك. يسمى ايه؟ سكون عارض بدون مد. نعم عشان ما فيش حروف مد. مش نعم. عارض ما هو مش عارض للسكون. نعم. يعني العارض للسكون هو ان ياتي قبل الحرف الموقوف عليه. نعم. حرف مد. نعم لكن في لشمام او ياتي او نقول ياتي بعد حرف المد سكون عارض. نعم لكن هو فيه لشمام. لكن هنا ما فيش ايه؟ ما فيش حرف ايه؟ مد. نعم لكن في لشمام فقط. نعم لا انا عايز بس انا بتكلم الاول خليك نعم. معايا بس نعم. نتكلم الاول على تسميته. يسمى بيسمى سكون عارض بدون مد عشان ما فيش ايه بدون حرف مد. مد نعم جميل. طيب في كم وجه؟ وجه واحد اللي هو الشمام بس. لا ده في ثلاثه. ثلاث اوجه. في وجه بالسكون المحض. نعم. وجه بالروم. وجه بالاشمام. نعم لا يفلح. لان احنا عندنا الروم بياتي في المكسور وفي المضموم. نعم جميل. والاشمام طبعا اشاره للضم. نعم. بياتي في المضموم. نعم. يبقى في روم وشمام. نعم. يبقى انا في وجه بالتسكين المحض السكون المحض. نعم. وجه بالروم وجه بالشمام. نعم. هقولهم اقول ايه؟ لا يفلح. نعم. ده السكون المحض. نعم. لا يفلح ده كده الروم اللي هو الروم. نعم. لا يفلح ال ال الشمام بقى لا يفلح. نعم. واضم الشفتين بعدين. نعم. لا يفلح. نعم احسنتم يا شيخنا. جميل. نعم. يبقى هنا اسمه سكون عارض. هو طبعا زي ما قلت ما ينفعش اقف عليها. نعم بس احنا بنقول على سبيل اختبارا. الاختبار لو نعم. وقفنا عليها هيبقى فيها ثلاث اوجه ويسمى نعم. سكون عارض بدون مد. ما شاء الله جزاكم الله خير يا شيخ. الله يكرمك يا الله فيكم. انه لا يفلح الظالمون. ايوه. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله. لا الى الله. ايوه. لان نعم. الهاء مرققه. مرققه. نعم. ولا يصل الله. لا ما ينفعش هخض اللي قدامي. نعم لكن لا يصل الى الله. نعم احسنت يا شيخ. يقول الله. نعم. ولا الله. لا ما ينفعش. فرق بين الاثنين. نعم. الهاء مرققه حرف. نعم. مرقق فقول الله. لان يعني كتير بيقفوا كده على هاء لفظ الجلال. الله الله كده. لا نعم. حتى في الاذان شفت الله الله حتى في الاذان وفي الامام بيقول كده كذلك برضه. ايوه كتير يقولوا لك الله. نعم لا الله. احسنت يا شيخنا بارك الله فيك. فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين. إيه؟ زين تشديد الزاي. نعم والياء. وكذلك زين لكثير من نعم.
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم. لو قلت وكذلك زين، نعم زين، نعم لو وقفت على زين، نعم زين يعتبر برضو عرض السكون عشان مفتوحة التسكين. أو ده عرض السكون؟ آه لا زينة في حرف مادة عندك قبل آه بس مشدد، هو الياء بس مشددة مش زينة، مشددة مش حرف آه نعم. مادة. يبقى كما سبقت اللي هي بتاعت لا يفلحوا زيها، أليس كذلك؟ أيوة فيها ثلاث أوجه. يبقى أنا أقول فيها إيه؟ الإسكان المحض ما فيهاش ثلاث أوجه. زي هو زينة هنا الأول هيتبقى برضو نفسها إيه؟ سكون عرض بدون مد لان ما فيش حرف مد. نعم نعم. جميل. نعم. طيب فيها كم وجه؟ فيها وجه واحد بس اللي هو اللي احنا قلنا لا يفلح عشان مضمومه. اه فيها فيها الاشمام والشمال نقول لكن هنا مفتوحه ما فيش لا روم ولا اشمام، تسكين فقط. اقول زينا تسكين بس السكون بس سكون عرض بدون مد. نعم. فيها وجه واحد ايه؟ اللي هو السكون، السكون البحر. نعم خدت بالك من دي؟ نعم يا شيخ. دي سكون عرض بدون مد دي ممكن تغيب عن الكثير من الناس عشان الضمه والفتحه تفرق معانا، الضمه والفتحه والكسره. تمام. لو مكسوره هنقول فيها وجهين. لو مكسوره فيها وجهين، يبقى فيها وجهين الاسكان والروم. الاسكان والروم نعم. مضمومه يبقى فيها روم وشمام وايه والتسكين وسكون محض. احسنت شيخنا بارك الله فيك. حلوه كده. نعم جميل. حتى لو خرجنا بديت ده معلومه طيبه جدا. نعم. معلومه قيمه والله. جزاك الله خير يا شيخ. ما شاء الله يكرمك. قول وكذلك. وكذلك زين لكثير. طب لو قلنا كثير لكثير خلينا كثير. عشان نبقى ايه تثبت مساله الايه الوقف على الكلمه هنا. لكثير في اربع اوجه. لا اقول الاول مسمى. يسمى مد عرض السكون. مد عرض السكون. نعم. ليه؟ لان اللي جه بعد حرف المد سكون عرض. نعم. اللي هي الياء. نعم. الياء وجه بعدها الراء. نعم. سكننا الراء. نعم. يبقى نسميها يسمى ايه؟ يسمى مد عرض للسكون. عرض للسكون فيه اربعه اوجه. فيه اربع اوجه. القصر التوسط الاشباع والاوجه الرابع اللي هو الروم. الروم لكثير. نعم. لان مكسوره. نعم فيه اربع اوجه. يعني الروم بياتي في المكسور زي ما قلنا والمضموم. نعم. اما المفتوح لا. نعم المفتوح لا. المفتوح ما فيهوش لا روم ولا اشمام ولا اشمام. نعم. فهنا اقول ايه لكثير 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 2 4 6 وبعد كده الروم وبعدين الروم لكثير مع القصر طبعا لكثير مع القصر. نعم جزاك الله خير. خلاص وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فذرهم فذرهم وما يفترون. هنا عندنا اواخر الايات كلها عرض للسكون. نعم. مفتوح. نعم. الاولى يعملون نعم. اخرين نعم. بمعجزين. نعم. الظالمون. نعم. هنا ما يحكمون هنا وما يفترون. نعم. كل الخواتيم الايات هنا في الوجه اللي احنا قرأناه كله عرض للسكون المحض مفتوح ما يعني نعم. مفيش لا اشمام ولا روم. نعم. فكله ايه يوقف عليه عرض للسكون في ثلاث اوجه. نعم. قصر التوسط الاشباع. نعم. قصر التوسط الاشباع فقط. نعم تمام. جزاك الله خير. طيب نقرا احنا بقى. اتفضل يا شيخنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية
قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون أحسنتم شيخنا بارك الله وبهذا فيك. نصل إلى نهاية حلقة اليوم أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يزيدنا علما وأن يجمعنا وإياكم في الجنة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استقاما كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استقاما كفى بكتابكم يا قوم نورا فشق